مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وهذا موجز لأهم وآخر الأخبار من الجزيرة مباشر مصر. على خلفية الأحداث التي وقعت في بورسعيد، ترددت أنباء للجزيرة مباشر مصر عن وقوع عدد من الإصابات في احتكاكات بين قوات الجيش وجماهير النادي المصري أمام مبنى قناة السويس، اعتراضا على العقوبات التي جاءت من قبل اتحاد الكرة المصري بإبعاد النادي المصري عن أي أنشطة كروية تتعلق باللعبة بالنسبة للفريق الأول لمدة موسمين، وعدم اللعب في استاد بورسعيد لمدة 3 أعوام. وحول هذا الخبر والتفاصيل أكثر معي على الهاتف الصحفي أحمد الجمال من بورسعيد. أحمد، ما الجديد؟ ما تطورات الأحداث فيما يخص هذا الشأن وأنباء عن وقوع إصابات بين الألتراس وبين قوات الجيش يا أحمد؟ نعم أحمد، تطورت الأمور في بورسعيد والأوضاع بشكل متلاحظ جدا، فبعدما تجمع أكثر من 4000 شخص من جماهير النادي المصري والتراث النادي المصري في تقاطع شارعي محمد علي والثلاثيني بقلب بورسعيد، انطلق الجميع إلى البوابة الرئيسية لقبة هيئة قناة السويس، وهناك زاد التدافع بشكل كبير على البوابة الرئيسية الحديدية، ما أدى إلى تعامل الجيش بطلقات في الهواء في البداية، ثم بعد ذلك فوجئنا بأربع إصابات متتالية، شخص في قدمه اليسرى والآخر في صدره بشظايا، وانتقلوا جميعا إلى مستشفى عمر بن الخطاب الخاص بشارع محمد علي. يعني شظايا من أي نوع أحمد؟ يعني أرجو أن توضح هذه النقطة، شظايا من أي نوع؟ نعم، قالوا لنا انه من الرصاص المصاصي، يعني ونحن يعني لا نعلم تحديدا ان كان هذا طلق نار حي ام مصاصي، ومن اي مكان هذه الشظايا، من اي طلقات هذه الشظايا، ولكن الاصابات كانت امام اعيننا وسقطت امام اعيننا ونقلت عن طريق الدراجات البخاريه وسياراتنا التي هل حاول التراس النادي المصري احمد اقتحام احد المباني التابعه لقناه السويس؟ لا، التدافع هناك كان كبيرا، يعني التدافع على البوابة كان كبيرا وكان الزحام شديدا جدا، ولكن لم تفتح البوابة الحديدية الكبيرة للقبة، ولكن التصعيد. طب إذا ما الهدف من التجمهر أحمد؟ ما الهدف من التجمهر والذهاب إلى أحد المباني التابعة لقناة السويس؟ ماذا كان الهدف من وراء ذلك؟ ماذا كان يخطط التراس النادي المصري يا أحمد لو سمحت؟ هم يحاولون في أي طريق، يعتقدون أنه من الممكن أن يكون وسيلة ضغط على القاهرة للتراجع عن قرارات عقوبة النادي المصري، هم يعتقدون ذلك، هم يسيرون في أي مكان ويذهبون إلى أي مكان يعتقدون أنه يمثل مرفق حيوي في بورسعيد لمحاولة الضغط على القاهرة للتراجع عن قرارات العقوبات للنادي المصري. كما أود أن أقول أحمد أنه تصاعدت على مستوى موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك نداءات مناهضة للإعلام، لبعض الإعلام الرياضي الذي يتهمونه جماهير بورسعيد بإشعال الفتنة وبإشعال الموقف والأزمة على حد وقتين بشكل أحمد لو سمحت صف لي الوضع الآن في بورسعيد. الوضع الآن أكثر هدوءا من 15 دقيقة مرت، الوضع الآن يكاد يكون هادئ بعدما تمكنت طلقات الدخان من تفريق المتظاهرين، وما زال البعض ما بين أول شارع صيدلية الإسعاف الخاصة بهيئة قناة السويس وأمام باب رقم 20 و 21 الى باب القبة الرئيسي لهيئة قناة السويس. الوضع الان اكثر هدوءا والاعداد قلت بشكل كبير. احمد، لم يحاول احد سواء من القيادات العسكرية او قيادات الداخلية او حتى نواب مجلس الشعب عن بورسعيد التدخل والتحاور او التواصل مع الألتراس لتهدئتهم؟ لم ياتي احد احمد امام قبة قناة السويس، ولم نرى ولم نشاهد أي من قيادات الشرطة أو قيادات القوات المسلحة ولا حتى سيارات إسعاف انتقلت إلى المكان، وكانت كلها بالجهود الذاتية عن طريق الدراجات البخارية. أما مجلس الشعب فقد نقلنا على رأس 11 في الموجز
ما قرروه في اجتماعهم العاجل، وطلب خمسة قرارات اللي هي طلب عاجل رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للرياضة وقضية المحكمة وشكوى للفيفا والمطالبة العاجلة بعودة مجلس إدارة المصري والتنسيق مع باقي الأندية المتضامنة مع النادي المصري. سؤالي الأخير أحمد، سؤالي الأخير، هل تتوقع أن تحدث مشاحنات أكثر مع قوات الجيش بين قوات الجيش وألتراس النادي المصري، أم أن الأمر انتهى تماما؟ أعتقد أنه إذا تجمع الجمهور مرة أخرى وتفاعل الجيش بهذه الطريقة مرة أخرى سيتصاعد الموقف إلى ما لا يحمد عقباه، ولكن لابد أن يتدخل عقلاء في الموقف ولا بد أن يحسن بشكل ودي في الموقف بين الطرفين. شكرا جزيلا الصحفي أحمد الجمال كان معنا من محافظة بورسعيد للتعليق على خبر وقوع بعض الإصابات في احتكاكات بين قوات الجيش التي تحمي أحد المباني التابعة لقناة السويس وبين ألتراس النادي المصري الغاضب من قرارات اتحاد الكرة المصري على استبعاد النادي المصري البورسعيدي من اللعب في الدوري لمدة موسمين وعدم اللعب في استاد بورسعيد لمدة 3 مواسم. وسنوفيكم أولا بأول الأخبار في هذا السياق وحول هذا الموضوع، ونعود مرة أخرى إلى موجز الأخبار. فقد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوسط والهيئة العليا للحزب، أعلنت فوز المهندس أبو العلا ماضي بمنصب رئيس الحزب بإجمالي عدد أصوات 297 صوتا وبنسبة بلغت 98% من إجمالي الأصوات. وجاء على رأس الهيئة العليا للحزب الدكتور محمد عبد اللطيف ثم عصام سلطان وتلاه محمد محسوب. وفي شأن آخر، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي القضاء، أعلنت فوز المستشار أحمد الزند بمنصب رئيس نادي القضاء لفترة ثانية. كما فازت قائمته الانتخابية بالكامل لعضوية مجلس الإدارة والتي تضم 14 عضوا من المستشارين والقضاء وأعضاء النيابة العامة. وكان باب التصويت قد تم غلقه مساء اليوم بعد أن توقف حضور القضاء للاقتراع. كما شهدت عملية التصويت إقبالا متوسطا في ظل مقاطعة تيار الاستقلال لهذه الانتخابات. سير العملية الانتخابية نموذجيا، يسير سيرا حسنا، الكل يتعاون مع الكل، والمسألة تجري في إطار تنافس حر شريف في ظل جو من الأخوة والمحبة والمودة. طالب المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء بأن يتفق القضاة على مشروع قانون واحد للسلطة القضائية حتى لا يصدر الأغلبية البرلمانية في مجلس الشعب مشروعا آخر. ورفض المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء حضور الصحفيين والإعلاميين للجمعية العمومية للقضاء خلال مناقشتهم قانون السلطة القضائية. خلت شوارع القاهرة لليوم التاسع على التوالي من أتوبيسات هيئة النقل العام، وذلك نتيجة لإضراب عمالها عن العمل، فيما انتظمت حركة أغلب وسائل النقل الأخرى فضلا عن انتظام حركة التقاطر بمترو الأنفاق. يذكر أن عمال النقل العام قد دخلوا في إضراب مفتوح بجميع فروع الهيئة البالغ عددها 27 فرعا للمطالبة بنقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل وزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 100 شهر. ومن جهتها دفعت القوات المسلحة ب50 حافلة، وذلك للمساهمة في تيسير نقل الركاب ومواجهة أزمة إضراب سائقي وعمال هيئة النقل العام. قطع مشجعو ألتراس النادي المصري الطريق الرئيسية أمام استاد بورسعيد، وذلك اعتراضا على العقوبات التي فرضها اتحاد الكرة على النادي المصري البورسعيدي بحرمان فريقه الأول من المشاركة في أنشطة الاتحاد لمدة موسمين وحظر إقامة مباريات في الاستاد في استاد بورسعيد لمدة 3 سنوات. وجاء ذلك على خلفية أحداث مباراة الأهلي والمصري والتي شهدت أعمال عنف راح ضحيتها أكثر من 70 شخصا. كان الاتحاد قد أعلن الليلة بموقعه الرسمي على الانترنت أن العقوبة على المصري لا تشمل فرق الناشئين، ويحق للنادي العودة للمشاركة في الدوري الممتاز في موسم 2013 و2014.
أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن مصر تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل. ووافقت كلينتون على استمرار تدفق التمويل العسكري لمصر. جاء ذلك خلال إدلاء كلينتون بشهادتها للكونغرس الأمريكي، والتي وافقت خلالها على صرف المعونات العسكرية المقررة لمصر والتي تقدر بمليار و300 مليون دولار. انتهى مشاهدينا موجز الأخبار، ولمزيد من المتابعة والتفاصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على شبكة الإنترنت، كما يمكنكم مشاهدة البث الحي للقناة على ذات الموقع. أيضا هناك استطلاع للرأي على الموقع الإلكتروني للقناة حول هل توافق على أن يشارك 50% من نواب البرلمان في تشكيل الدستور أم لا. كما يمكنكم التفاعل بآرائكم وتعليقاتكم على صفحتي القناة عبر موقعي تويتر وفيسبوك. في أمان الله.